بأفواه تارة صامتة وتارة أخرى صاخبة بالصراخ، يشرع هؤلاء الشباب هواة المسرح دورتهم التكوينية. حركات كلها إيحاءات وتعابير فنية تكرر مرة وثانية فثالثة. يعني هذه الورشة كانت بالنسبة لنا أمر مهم، يعني إحنا دخلناها على أساس أنه ممكن يعني بغينا نتعلموا فيها أشياء جديدة، والحمد لله يعني صححنا عدة أخطاء كنا نمارسهم في المسرح. علمنا الحركات، علمنا الإلقاء مع الحركات، علمنا بزاف صوالح، وإن شاء الله مدى بينا مش التعاود غير خطرة في العام ولا مدى بينا شحال من خطرة باش كشمل المسرح شوية بالشهر يطلع النيفو نتاعك. إرشادات وتوجيهات قد يدق بها المتربصون باب الاحتراف. عندنا الطاقات اللي راها تحضر باش تملأ هذا الفراغ حتى تلتحق الولاية، ولاية بشار تلتحق بركب الولاية الأخرى، رغم ما فيها من طاقات وما فيها من مواهب، إلا أن نقص الهياكل والمسرحية على الخصوص خلاها متأخرة نوعا ما. أحسس أنه كاين نفس جديد سيضخ، وقد انطلاقا مني أنا كمتوقف عن ممارسة هذا الفن منذ 4 سنوات، يعني هذه الورشة كانت دافعة قوية لي باش نقدر نمد تجربة نتاعي اللي كانت عبر 15 سنة. كانوا فيها بزاف ممثلين متربصين من جميع الفئات، فيها رسامين، فيها مهرجين، وفيها تاني الهويين. مبادرة يعود فيها الفضل لجمعية سحاريان، فبعدما نجحت في لم شمل فناني ولاية بشار، رسامين، موسيقيين، فكاهيين وفنانين تشكيليين، ها هي اليوم تقتحم عالم أبي الفنون المسرح.